السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار التاسعة والنصف من قناة السعودية، والبداية بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يوجه بدعم ماليزيا بشكل عاجل بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية لتجاوز آثار جائحة كورونا. ميناء عدن يستقبل الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية. دول آسيوية تشدد قيود كورونا للحد من الأرقام القياسية اليومية في عدد إصابات فيروس كورونا. أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم مملكة ماليزيا الشقيقة بشكل عاجل بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية بما يسهم في تجاوز أثار جائحة كورونا، وذلك بناء على ما عرضه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على إثر طلب الوزير أول للشؤون الخارجية الماليزي هشام الدين حسين الذي أبداه خلال اتصاله بسمو ولي العهد. وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دكتور عبد الله الربيعة أن توجيه الكريم يأتي تأكيدا للدور الإنساني الذي تطلع به المملكة تجاه الدول الأشد تضررا من جائحة كورونا وعمق العلاقات المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين. وأوضح أن المساعدات تشتمل على تأمين 1,000,000 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وأجهزة طبية وأجهزة عناية وعلاج ومستلزمات وقائية وغيرها من الاحتياجات الطبية. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقيات التهنئة لفخامة الرئيس إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف وفخامة الرئيس جورج وياه رئيس جمهورية ليبيريا بمناسبة ذكرى استقلال بلديهما. كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقيتي تهنئة لفخامة السيد بيدرو كاستيلو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البيرو. صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: بيان من الديوان الملكي. انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها إن شاء الله يوم غد الاثنين الموافق للسادس عشر من الشهر الثاني عشر من عام 1442 للهجرة بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. تغمدها الله بوسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون. أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير اتصالا هاتفيا اليوم بمعالي وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية هندوراس ليساندرو روساليس، وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وصلت إلى ميناء عدن اليوم الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن إلى الجمهورية اليمنية بإجمالي كميات بلغت 75,000 طن متري. يأتي ذلك استمرارا لمنح المشتقات النفطية السابقة التي قدمتها المملكة بإجمالي يقدر ب 4.2 مليار دولار أمريكي. أعطت الدفعة الثالثة وفقا لجدول الدفعات الزمنية الذي تم بناءه على الاحتياج المقدم من محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية لتشغيل أكثر من 80 محطة داخل اليمن بمختلف المحافظات. وساهمت المنحة خلال شهر مايو ويونيو الماضيين في رفع نسبة الطاقة المنتجة في منظومة الكهرباء بأكثر من 25% في جميع المحافظات وبأكثر من 40% في محافظة عدن،
كما بين البرنامج أن المنحة خففت عبر دفعاتها التي وصلت إلى مختلف المحافظات من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية وتحسين المعيشة للمواطنين اليمنيين، وساهمت كذلك في الحد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء والتي تؤثر على المعيشة اليومية. وأشار البرنامج أن هذا الدعم أحدث أثرا إيجابيا ينعكس على المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية، كما ساهمت في الحد من ساعات الانطفاء. أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة دكتور محمد العبد العالي خلال المؤتمر الصحفي أن فيروس دلتا أسرع انتشارا بثلاثة أضعاف وأكثر المتحورات خطورة. التحورات والطفرات التي تصيب الفيروس وهذا النوع من الفيروسات ومنها طبعا فيروس المسبب لمرض كوفيد 19 بالآلاف تم رصدها، منها ما هو غير مهم وغير مقلق ولا يوجد منه أي مخاطر، ومنها لا ما هو يرتقي إلى مستوى أنه يثير الاهتمام ولكن قليل منها، وهي أربعة حتى الآن يرى العلماء بأنها مثيرة للقلق، المسمى ألفا وبيتا وجاما ودلتا. تحديدا دلتا في المرحلة الحالية يعتبر أهمها وأكثرها إثارة للقلق لعدة عوامل، وأبرزها ثلاث عوامل رئيسية. العامل الأول بأنه أسرع انتشارا بثلاثة أضعاف، أي ثلاث مرات سرعته في الانتشار بين أفراد المجتمع مقارنة بالنمط الأول الذي ظهر عليه الفيروس في بداية الجائحة. هذا وأكد الدكتور محمد العبد العالي أن جرعة واحدة من اللقاح لا تكفي لمقاومة الفيروس المتحور دلتا. أظهرت الدراسات والأبحاث والبيانات بأن جرعة واحدة من اللقاح لا تؤتي الفعالية المرجوة وتكون محدودة الفعالية ومنخفضة في قضية مقاومة وقوة المناعة أمام هذا الفيروس، ولا بد من تلقي جرعتين ليتم استكمال التحصين فتأتي مناعة بمستوى متميز يصد ويقوم بمواجهة هذا التحور تحديدا اللي هو تحور دلتا. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إمكانية أخذ الجرعتين الأولى والثانية من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا بشكل آمن وفعال في التصدي للفيروس. اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية يمكن تلقي جرعتين من لقاحين مختلفين، أي الجرعة الأولى من لقاح والجرعة الثانية من لقاح آخر، والدراسات أشارت بحمد الله بأنها آمنة وكذلك تؤتي المطلوب وهو التنشيط اللازم لرفع مستوى المناعة المضادة لهذا الفيروس حتى وإن تم هذا التبديل، فبالتالي نعم آمنة وأيضا تحقق المناعة المنشودة والتنشيط المنشود. هذا وتجاوز عدد جرعات لقاح كورونا المعطى في المملكة أكثر من 24 مليون و450 ألف جرعة، إذ بلغ عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى أكثر من 18 مليون و443 ألف شخص، فيما وصل عدد الذين حصلوا على الجرعة الثانية إلى ما يزيد عن 6 ملايين و15 ألف شخص، وذلك من خلال أكثر من 580 مركزا للقاح في مختلف أنحاء المملكة. وفي آخر إحصائيات فيروس كورونا في المملكة، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1194 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل 1164 حالة تعافي جديدة، فيما سجلت 12 حالة وفاة جديدة، رحمهم الله جميعا. نشرتنا مستمرة مشاهدينا الكرام، وفيها بعد الفاصل. هيئة التراث السعودية تعلن عن اكتشاف نقوش صخرية في حائل تعود لمنتصف القرن السادس قبل الميلاد.
أهلا بكم من جديد. احتفلت القوات البحرية الملكية السعودية بمراسم تعويم السفينة الرابعة لمشروع الثروات من نوع كورفيت أفانتي 2200 التي أطلق عليها رسميا اسم سفينة جلالة الملك جازان، وذلك ضمن مراسم التعويم في حوض بناء السفن التابع لشركة نافانتيا في مملكة أسبانيا. نتابع. في ظل اهتمام رسمي وإعلامي كبيرين، شهد حوض سان فرناندو لبناء السفن في مدينة قادس الإسبانية حفل تعويم السفينة السعودية الرابعة لمشروع الثروات من طراز أفانتي 2200، والتي تقوم مجموعة سامي نافانتيا ببنائها لصالح القوات البحرية الملكية السعودية. هذه بحول الله السفن سوف تكون نواة لرفع القدرات القوات البحرية المملكة السعودية ومحافظة على المصالح الاستراتيجية والحيوية للمملكة. مشروع الثروات هو إحدى القدرات الجبارة التي تضيف للقوات البحرية القدرة القتالية لمكافحة مختلف أنواع التهديد الجوي والسطحي وتحت السطحي. إن حفل التعويم يعتبر تتويج للتعاون بين مجموعة نافانتينيا والشركة السعودية للصناعات العسكرية، كما أن الاحتفال يأتي كثمرة للعلاقة المتميزة بين البلدين. لقد تمكنت البحرية الملكية السعودية والبحرية الإسبانية من مواجهة كل التحديات والعمل معا في هذا المشروع الناجح. ألقى بعد ذلك المسؤولين عن المشروع كلماتهم التي عبروا فيها عن ارتياحهم لنجاح مشروع التعاون بين البلدين، بالإضافة لعرض حول مراحل بناء السفينة التي بدأت بوضع العارضة وانتهت بتعوين سفينة جازان أفانتي 2200 في مياه المحيط الأطلسي. الدعم الغير محدود لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. هذه المستهدفات والتي نشهد أحد بداياتها اليوم بتدشين السفينة الرابعة HMS جازان من مشروع الثروات لصالح القوات الملكية البحرية السعودية. وتتميز سفينة كورفيت أفانتي 2200 بقدرات دفاعية وهجومية عالية، كما تم تزويدها بأول نظام قتالي سعودي، وتتمتع بقدرة هائلة على حماية الأصول الاستراتيجية، كما تحتوي على نظام مضاد للغواصات والحروب الجوية والأرضية والإلكترونية. كما تم تصميم السفينة للمراقبة والتحكم البحري والبحث والإنقاذ وتقديم المساعدة في أعالي البحار ومحاربة الجريمة المنظمة، وكذلك توفير المعلومات الاستخباراتية الدقيقة لأغراض عسكرية واقتصادية وبيئية ستساعد على تعزيز وحماية أمن المملكة. حميد بلحسن من حوض بناء السفن سان فرناندو في مدينة قادس. اعتمدت هيئة التراث السعودية الاكتشاف الأثري الجديد في محافظة الحائط في منطقة حائل، وعبرت هيئة التراث أن الاكتشاف الجديد عبارة عن نقوش صخرية تعود للملك البابلي نابونيد. المزيد في سياق التقرير التالي. نتابع. بعدما أعلنت هيئة التراث السعودية العثور على أطول نص أثري بتاريخ المملكة ضمن اكتشاف يعود لمنتصف القرن السادس قبل الميلاد، وهو الاكتشاف الجديد عبارة عن نقوش صخرية تعود للملك البابلي نابونيد. توجهنا إلى محافظة الحائط شمال منطقة حائل، وبالتحديد لمدينة فدك التاريخية، لنشاهد وننقل لكم هذا الاكتشاف التاريخي للملك البابلي نابونيد. ويتكون الاكتشاف الأثري من نقش على إحدى الصخور البازلتية يجسد الملك البابلي ممسكا بيده الصولجان وأمامه عدد من الرموز الدينية. هذا أعلنت هيئة التراث السعودية التابعة لوزارة الثقافة عن اكتشاف هذا النقش الذي يعتبر الأطول مع وجود هذه الرموز للملك نابونيد آخر ملوك بابل عندما قدم إلى الجزيرة العربية لفترة 10 سنوات، واتخذ من تيمة عاصمة له، ومكث في تيمة ودادان العلا وخيبر ويثرب ويديع الحويط وفدك.
فاكتشفوا هذا النقش الذي يعتبر الأطول بوجود 26 سطر مسماري. كان هذا النقش موجودا داخل قصر أمير الحائط خلف الجابر آنذاك، ولم يكن يعلم بوجوده. ومن كان يسكن القصر منذ أكثر من 100 عام، التقينا بأحد سكان هذا القصر وروى لنا قصته فيما كان لم يعلم بوجوده وأهميته. الحمد لله دولتنا ما قصرت، لكن عمري 58 سنة وأنا في القصر هذا ولم ألاحظ هذه النقوش، ولم يخطر على بالنا جميعا أن فيه نقوش لها أهمية ولها تاريخ. لكن دولتنا الحبيبة الحمد لله اكتشفوا هيئة الآثار والوزارة، وزارة الثقافة، اكتشفوا هذا الأثر والحمد لله أضفوه للأثار الجديدة. يضاف هذا الاكتشاف الأثري إلى اكتشافات سابقة من نقوش ومسلات حجرية في عدد من المواقع بين تيماء وحائل، التي تذكر ملك بابل نابونيد، والتي تثبت اتساع الاتصال الحضاري والتجاري بين الجزيرة العربية وحضارات بلاد الرافدين. لأخبار السعودية، سلطان الشعيب، حائل. أكدت الهيئة العامة للنقل بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار إلزام منشآت تأجير السيارات بإصدار جميع عقود تأجير السيارات من خلال خدمة عقود التأجير في بوابة نقل ابتداء من اليوم الأحد، حيث ستمكن هذه الخدمة المنشآت المرخصة من إصدار عقد موحد مكتمل المتطلبات والبنود النظامية، ويسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ويعزز من مدى الثقة بالخدمات المقدمة، ويرفع من مستوى جودة الخدمات. نشرتنا مشاهدين الكرام انتهت، بقي تذكيركم بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يوجه بدعم ماليزيا بشكل عاجل بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية لتجاوز أثار جائحة كورونا. ميناء عدن يستقبل الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية. دول أسيوية تشدد قيود كورونا للحد من الأرقام القياسية اليومية في عدد إصابات فيروس كورونا. الشكر والثناء الجزيلان لكم مشاهدي الكرام على كرم الإصغاء والمتابعة. ألقاكم على خير في أمان الله. We'll be right back.